اهلا بيكم معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد. معاكم توتا مراد. اكله النهارده للناس صحاب المزاج، الناس اللي بتحب الاكل بتاع الشارع، بس مش اي اكل. هنعمل النهارده حلويات المذبح. لسه كنت منزله بوست امبارح قلت لهم لا تتخيلوا النهارده هعمل ايه. طلب مني كتير قوي حلويات المذبح. بصوا بقى ليها كذا اسم: حلويات المذبح، سمين، تقطيع، في بيقولوا عليها في بورسعيد واسماعيليه بيقولوا عليها تقطيع، بس بتهيألي هم دول الاسامي. لو انتوا برضو في اسامي تانيه في منطقتكم كلموني وقولوا لي بتسموها ايه عندكم الاكله دي. سهله قوي وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه متعبه. الاكله دي ممكن نشيل ونحط فيها مكونات براحتنا. يعني انت بتروحي للجزار تقولي له عايزه الفشه، وعايزه ممكن كلاوي، وتحطي قلوب، تحطي الزور، بيجي دايما مع الفشه مع بعض اللي هي بتبقى يعني مع بعض بيتسلقوا. ممكن نحط كفته، نحط اللي احنا عايزينه. في كمان ممكن بيحطوا كرشه لسه عارفاها قبل الهوا، فممكن نحطها برده. مفيش دي بتاعتكم انتوا بقى، نشيله وحطه في الاخر. هطلع بساندوتش اللي هو حلويات المذبح او السمين او تقطيع اي حاجه من دول. طيب تعالوا نقول مقادير مع بعض كده بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنمشي واحده واحده مع بعض واقول لكم ازاي تطلعوا الاكله دي بدون ريحه، او بدون ريحه الزفاره، او بدون الريحه اللي هي في ناس مش بتحبها او بتقلق منها. طيب نسمي بسم الله ونشوف مقادير وصفتنا النهارده ايه. معايا ربع كيلو كبده مقطعه صغير هتشوفوها دلوقتي معاكم، وربع كيلو لحمه مفرومه، مفرومه وشين، وده يفضل عشان لما اجي اشكلها عندي اسويها ما تبقاش يعني فيها فراغات او يكون فيها شقوق كده، فلازم تتفرم وشين. ربع كيلو سجق صغير متقطع ونديته سلقه بسيطه عشان اضيع شويه من الدهون اللي موجوده، لان عندي احط كمان ليا ضاني فعشان الموضوع يعني ما يوسعش مننا في الدهون. طب يبقى قلنا كبده، لحمه مفرومه، سجق، وعندي فشه وزور وليا ضاني متقطعه حتت صغيره، وبصل جوانح وفلفل رومي وطفله بصلايه، ثوم مفروم، ملح وفلفل، كمون، خل ابيض، شويه زيت، وخلاص على كده. طب تعالوا نتكلم في اول نقطه وهو غسيل الفشه والزور. انا افضل حاجه وافضل نتيجه توصلت ليها هو ان انا بغسلهم بميه جاريه تحت الحنفيه، وبعدين اعمل بوله كبيره او حله فيها ميه وفيها ليمون وفيها ملح ورشه سكر صغيره خالص، لو عندك شرايح ليمون برضو حطيها، واسيبها انقع فيها الفشه والزور لمده يعني 7-8 ساعات في التلاجه. خلاص انا كده شلت 60% من ريحه الزفاره اللي احنا مش بنحبها. خلاص يبقى قلنا الخلطه دي هنقع فيها الفشه والزور. دي الحاجه الوحيده اللي عندي بتتسلق، لو في طحال برده بيتسلق، لكن انا ما جبتش النهارده طحال، جبت بس الفشه والزور. زي ما انتم شايفين الناس اللي لسه بتتعرف على الحاجات دي او مصدومه منها، دي الفشه وده الزور اهو. وانا طبعا سالقه مجهزه نسخه من ده ومن ده عشان بتاخد وقت في السلق، تاخد حوالي يعني من 45 دقيقه لساعه، فبالتالي ما كانش ينفع ان انا اطلع اسلقها معاكم على الهواء. طيب يبقى انا عندي عملت ايه؟ نقعتها في ميه وخل وشرايح ليمون وشويه ملح ورشه سكر 7-8 ساعات، لو من بالليل يكون افضل بكتير. خدتها بعد كده عندي على النار وهنمشي الخطوات دي. طب بلاش احرق لكم الموضوع، تعالوا ابتدي الاول. اول حاجه هعملها هي الكفته اللي هي بتيجي مع طلب السمين او طلب الحلويات. نشوف هنعملها ازاي مع بعض باسهل طريقه في الدنيا. تعالوا كده نجيب ايه؟ ادي معلقه، ربع كيلو كفايه قوي، انا هعملها قد البليه يعني هتكون صغيره قوي، فبالتالي يعني حافظوا على الحجم بتاعها. وادي طفل بصلايه صغيره، وادي رشه ملح ورشه فلفل اسود. اعمل ايه؟ اعجنهم مع بعض. طفل البصلايه ضروري ما احطش البصلايه بالميه بتاعتها عشان ما تفكش مني لما اجي اقليها، وزي ما اتفقنا اللحمه بتاعتي واخده وش او وشين فرم، فبالتالي هتبقى زي ما انتم شايفينها كده متماسكه وزي الفل. لو عايزين كمان تدخلوها تريح في الثلاجه يكون افضل. طب تعالوا اجيب حله، اجيب طاسه عندي ونبتدي نشوف هنشكلها ازاي مع بعض. ادي عندي طاسه وعندي طاسه كمان، تعالوا نشغل النار ونبتدي نشوف هنعمل ايه. على اعلى حاجه والتانيه برضو نفس الكلام على اعلى حاجه. المقادير معاكم اهي على الشاشه، حلويات المذبح باسهل طريقه في الدنيا. شويه زيت كده هنا، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. ادي الكفته بتاعتي سهله مفيهاش اي حاجه. عايز تديها شويه بهارات لحمه ممكن تديها، مفيش
مشكله. شوفوا بقى المقاس بتاعها صغير ازاي اهي. نعملها كده اهي. المقاس ده كويس جدا، مش عايزه اكون اكبر من كده عشان تقطيعك باقي الاكل بتاعي هيكون بنفس الحجم، فعشان ما الاقيش حاجه اكبر من حاجه. تعالى ناخدها بقى عندي على الطاسه اللي فيها الزيت اهو، شويه زيت صغيرين قوي اهي. نعمل كده اهو قد البليه بالظبط. شكرا يا شيف سعيد. كده نبتدي نعملها كده ونبتدي نرسم. دي اهي يعني عشان انجازا للوقت هعمل برضو معاكم كام واحده اهي. نفس الموضوع بالظبط، شويه ملح وشويه فلفل وخلاص، مش عايزه اي حاجه ثانيه. طيب انا ليه عملتها في طاسه لوحدها مش هعملها مع بقيه الحاجات؟ عشان لو حطيت عندي الكفته وهي نيه في الطاسه اللي هحط فيها السجق والفشه والحاجات دي كلها، هتلاقي الكفته فكت منك لانك مش هتقدري تقلبي يعني كويس. اولا الكميه هتكون كبيره في الطاسه، تاني حاجه الكفته نيه فبالتالي مش هتكون متماسكه زي بقيه الاكل، فتضطري ان تاخدوا بالكم ان انا اسويها الاول في طاسه كده صغيره بشويه زيت وخلاص، على كده يبقى الموضوع عندي زي الفل. هعمل واحده كمان من دي وبعدين اكمل اللي احنا ايه مجهزين. شوفوا بقى سهله ازاي وبسيطه اهي. تعالوا نكمل بقيه كور الكفته بتاعتنا. طلبت مني كتير قوي بصراحه الاكله دي، فقلت ايه ما بدهاش بقى يا توته، نعملها لايه؟ للناس اللي بتحب الاكل ده. خلاص هنكمل نفس الموضوع، نفس التتبيله دي ونفس الخلطه بنفس الشكل، نعملها كور. ممكن كمان تشيليها من قبليها بيوم في التلاجة وتعمليها تبقى زي الفل معاكي، مفيش اي مشكلة. نغير الجوانتي ونجيب بقى نديها كده تقليبة اهي. بصوا عندي متماسكة ازاي وزي الفل. لو جيتي انت حطيتيها عندك في الطاسة اللي فيها بقية المكونات هتلاقي ان الكفتة بتاعتك فكت، فضروري ان انا اعمل الخطوة دي. تعالوا بقى نشمر كده ونبتدي نقطع الفشة بتاعتنا. بسم الله. وعايزة كمان دلوقتي اجيب حلة اوريكم هنعمل هنسلقهم ازاي. المرقة اللي بتيجي من سلق الفشة والزر مش بنستخدمها، بنسمي كده بالله ونرميها، مش بنستخدمها نهائي، فخدوا بالكم من النقطة دي. ادي عندي ميه مغليه. اعمل ايه بقى في الميه عشان تظبط معايا وتبقى زي الفل وما احسش باي طعم زفاره؟ زي ما قلنا محلول النقع اللي احنا عملناه ده هيضيع اي زفاره موجوده عندي. ازيك يا ملك؟ صباح الفل يا ملك. صباح النور. صباح الورد. صباح القشطه. صباح الفل على عيونك. عامله ايه يا عمر؟ الحمد لله. يا رب دايما اموريني. انا بحب اكلاتك قوي، بحب اتفرج عليكي. ربنا يخليكي، انت صوتك مفرح اصلا. ده انا هو دلوقتي والله بنتفرج على اكلاتك وبنحب نتفرج على اكلاتك. ربنا يخليكي. وكمان بنطبقها. يا روحي يعني تعيشي وتعملي الحلو كله انت وبابا. شكرا جدا على الاكل اللي انت بتعمله لنا. ربنا يكرمك وفرح قلبك. تسلمي لي يا قمر. ده انا بحبك قوي. والله وانا بموت فيكي. حبيبة قلبي. طب انا طيبة. وانتي بألف صحة وسلامة يا عمري. صباحك زي الورد. طيب عندي حطيت هنا ايه عشان نركز مع بعض؟ الأكلة دي لو مشينا مظبوط على الخطوات هتطلع معاكي أحلى أكلة حلويات مذبح في الدنيا كلها. فنمشي واحدة واحدة ونشوف هنبتدي ازاي. طيب عندي المية بتغلي على النار، حطيت ايه؟ بصلاية، ورق لورا، قرفة، وده ضروري جدا جدا لما بنيجي نسلق الحاجات دي. في العادي بتلاقي ان ريحة المية او ريحة المطبخ قلب كأنك انت في جزارة مثلا، عود القرفة ده خلاص انت كده لا يمكن تشمي اي ريحة مش حلو. يبقى حطيت ورق لورا، حبهان، وثلاث اعواد قرفة خشب، وخلاص على كده نيجي بقى شوية فلفل اسود حلوين اهو، ورش كمون بسيطة قوي، وشوية ملح. عايز تحطي ملح في الاخر مش مشكلة، يعني دي بتاعتك انت. نجيب كده معلقه الكفته زي الفل اهي. خلاص على فكره انا هشيلها على النار، هي كده عندي استوت وتمام التمام.
مش عايزه اكتر من كده. حلو، بس اغطي الحله دي عشان الميه ايه تغلي على طول. طيب تعالوا بقى نبتدي، هقطع ده معاكم اهو وهوريكم شكلهم بعد التقطيع عامل ازاي. ده الفشه تمام، وده الزور اهو، شايفين شكله عامل ازاي اهو. هنقطعه دلوقتي مع بعض، ودي الفشه اهي مستويه وتمام التمام. بسم الله نقطعها كده اهو تمام جدا. تعالوا كده ناخدها حتت صغيره، خدوا بالكم هي لسه كمان هتدخل يعني سوا كمان عندي هنا على النار. التقطيعه دي بتاعتكم انتوا بقى، يعني عايزين تقطعوها كده، عايزين تقطعوها صغير، دي بتاعتكم انتوا. سهله جدا زي ما قلت لكم، هتاخد من 45 لساعة على النار، ولما تغلي هنهدي النار طبعا ونسيبها تستوي على ايه؟ على مهلها. شوفوا بقى ماشية زي السكينة في الحلاوة كده، يعني تعالوا نشيل دي كده. ليها ناسها الأكل دي، ليها ناسها، يعني في ناس بتعشق الأكل ده. طبعا دلوقتي زي ما أنا بقول لكم دايما بلاش ناكل من بره، فلو عملنا حاجة زي دي في البيت ولبس لهم بقى يعني جلابيه بيضه كده حلوه ونربط راسنا وتبقي كانك يعني خارجه من المذبح دلوقتي حالا اهو. تعالى نقطع دي كمان اهو تمام جدا. طيب ده كده قطعنا الفش، نركنها على جنب. تعالوا نقطع اهو، او شايفين شكله بيكون زي بعض. ده بقى بيقرمش في الاكل، ما تيجي تاكلي الحاجات دي هتلاقي كده في حاجه بتقرمش جوه، هو ده. كده زي ما انتم شايفين، فاحنا ممكن نستعين بشيف سيدي يقطعه لنا انجازا للوقت اهو. ناخد دي كمان. طيب انا قطعت كده اهم حاجه معايا تقطيع الفشة وخلاص، لو ممكن شيف سايق كده يكمله لنا على ما انا ايه اعمل نشوح الكبدة والسجق والحاجات مع بعض. تمام، التقطيع دي بالنسبة لي مناسبة جدا جدا اهي، شايفين الحجم بتاعها. عايز اعمليها اصغر من كده ممكن، مفيش مشكلة اهي، ده السمك بتاعها تمام جدا. طيب يبقى خلاص فاضل دي كده كده هتنزل عندي اخر حاجة، فهنكمل تقطيع اللي هو الزور. طيب تعالوا نشوف مع بعض هعمل ايه تاني. معايا طاسه على النار سخنه جدا جدا، هنزل بشويه من الزيت، طيب بس الجوانتي، والميه عندي هتغلي وهنزل على طول بالفشه والزور تمام جدا اهو. شويه زيت، عايز تحطي سمنه مفيش مشكله، بس انا بدل السمنه هحط ليا ضاني، هتعلي معايا الطعم وتخلي الريحه كده زي بالظبط لما بنعدي من عربيات اللي هي الاكل الحلو بتاعنا. ادي شويه من، عايزاهم يقرمشوا، يعني عايزه الليه دي تبتدي تقرمش عندي، هيديني طعم حلو جدا وهتنقل الاكله في حته تانيه خالص. عايزه بس الليه دي عندي تبتدي تقرمش. النار عندي سخنه وزي الفل، علينا النار كمان عشان تتحمر على طول. جالي اعتقد مكالمه الاسبوع اللي فات بس مش متذكره الاسم بصراحه للاسف، بس كان يعني كان مكالمه من استاذ مش فاكره الاسم بالظبط، طلب مني قال لي احنا عايزين ناكل حلويات المذبح اللي هي زي ما قلنا اللي احنا عملناها النهارده دي، عشان مفيش طبعا اكل في الشارع دلوقتي، يعني مقلقين ان احنا ناكل في الشارع. لازم استنى لحد ما تبتدي القطع اللي هي بتاعتي دي تبتدي ان هي تقرمش، يعني تبتدي ان هي تتحمر، هتنزل الدهون اللي فيها وكمان هتديني طعم حلو قوي بعد التسويه. طيب انا ممكن يعني عشان الوقت بتاعنا انتوا عارفين، فتعالى ناخد هاجر ونكمل مع بعض قصه اللي ازيكي يا هاجر؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله يا رب دايما. قولي لي ليكي في الاكل ده يا هاجر؟
ايه لا مالكيش تبعي يعني تبعي. قولي لي يا روحي اموريني، عندك اي سؤال؟ عاوزه عيش عامل مكرونه بشاميل. عينيا يا روحي من عيوني يا قمر. عايزين نعمل مكرونه بشاميل عملناها قبل كده، بس ممكن اعملها لكم بتكه مختلفه عشان يبقى الموضوع فيه جديد، ودي اهم حاجه. يبقى نزلت السجق بتاعي مسلوق، وده ضروري لما تنزليه مسلوق يبقى انت كده قللتي نسبه الدهون في الاكل بتاعك، فخدوا بالكم من النقطه دي. ان انا سلقته يا دوبك 10 دقايق في شويه ميه ورشه ملح، خلاص يبقى الاكله بتاعتي جاهزه وزي الفل. اهو عندي ده اصلا يعني مش هياخد سوى، لان زي ما قلت لكم هو مسلوق، او ممكن بس شيف سايق كده نستعجله يعمل لنا شويه الكبده دول. طيب دي الكبده اهو، ودي القلوب اهو، ننزل بيها على جنب. انا ما تبلتش، خدوا بالكم انا هتبل هنا عندي في الطاسه. شوفوا سهله خالص اهو، الموضوع بسيط والله مفيش اي صعوبه. طيب تعالوا بقى نتبلها عشان الريحه تبتدي تظبط معايا. بنتبلها بايه؟ شويه كمون وشويه ملح وشويه فلفل، وخدوا بقى التكه دي هتضيع اي طعم مش لطيف، نقطتين ثلاثه خل. قلب بقى كل الحاجات الحلوه دي مع بعض، ندخل معاهم كمان السجق، ونبقى ماشيين زي الفل. الريحه بقى ابتدت ايه؟ تخرج عندي ريحه حلوه من غير زفاره، وده ضروري جدا في الاكله دي، عشان في ناس ممكن تكون بتحبها لكن بتقلق من الريحه، او ريحه مش بتكون لطيفه بالنسبه لها. فانا لما اعمل الخطوات دي بالظبط، شويه الخل وطريقه السلق وطريقه التسويه، خلاص يبقى انا ضمنت مليون في الميه ان مفيش اي طعم مش حلو. بنقلب كده كله عشان يندمج مع بعض. شايفين الكبده عندي ابتدت اهي، ما يكونش في اي لون روز عندي، وده ضروري جدا. اهو بناخد كده من الجنب. تمام التمام. عايز تحطي قرن فلفل حامي حطي، عايزه تحطي طماطمايه، فلفل الوان، كل ده بتاعك انت. هتاكد بس ان مفيش اي لون روز عندي بقى موجود، وهنزل ببقيه الحاجات اللي قطعناها مع بعض، اللي هي ايه؟ الفشه والزوق. بصوا عندي اهو، هزود شويه فلفل اسود، يعني انا من عشاق الفلفل الاسود بصراحه، عشان ايه؟ يظبط عندي الطعم. شايفين بقى ما خدتش وقت ازاي؟ خلاص انا مش شامه اي ريحه مش حلوه، طلع عندي ريحه زي الفل بسبب الخل اللي احنا حطيناه. طب تعالوا نوسع كده في النص ونشوف هنعمل ايه. هزود شويه زيت صغيرين اهو، وننزل بالثوم. معلقه كبيره من الثوم المفروم. هقلبها هنا كده في النص اهو. تبقى ركزوا بقى في الحركه اللي جايه دي كمان. يبقى فضل ام مريم. لا مريم. مريم ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله يا رب دايما. حضرتك عارفاني؟ لا بصراحه مش عارفاك، بس انت كلمتيني قبل كده يا مريم؟ لا اول مره. لا اول مره. طب يا رب ما كنتش اخر مره بقى، هستناكي تكلميني على طول يا قمر. صباحك زي الورد يا سكر. طيب عندي حطيت شويه خل، اعمل ايه بقى عشان اطلع ريحه الخل عندي وتبقى مهفافه؟ شويه خل صغيرين بس، خلاص على كده تمام التمام. الريحه بقى ما اقولكوش، ولا اجدها عربيه الاكل الحلو ده هتبقي انت عاملاها في البيت. نقلب بقى عشان الثوم عندي يدخل في كل قطعه في الاكل، ونبقى كده زي الفل. طيب تعالوا بقى ننزل بالحاجات اللي سلقناها مع بعض نشوف ايه الاخبار. ادي اهو، ادي الزور اهو بيكون بالتقطيع دي، وادي الفشه، وتم بحمد الله. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟
نبتدي بقى نقلب. عايزين ممكن نقسمهم على فكره على طاستين، مفيش مشكله لو كميه ما شاء الله كبيره ممكن نقسمهم على طاستين. اقلب بس عشان كل المكونات تندمج عندي مع بعض، وابقى اخر حاجه هحطها الكفته. فاضل عندي ايه؟ البصل وعندي الفلفل الروم. طيب تعالوا نقسمهم افضل عشان اشتغل براحتي. نجيب بس طبق افضي فيه الكفته اهي، هنزل بس الكفته بتاعتي اهي، شايفين متماسكه ازاي وزي الفل اهي، زي بتاع بره بالظبط. تعالوا نقسم بقى ادي اهو، عشان بس اتحرك براحتي ما بقاش ايه يعني متكتفه وانا بقلب. نقسم بقى ايه، شويه فلفل هنا اهو وشويه فلفل هنا. ازيك يا مروان؟ وجهين. اخبارك ايه؟ كويس يا رب دايما. قولي يا مروان بتاكل الحاجات دي؟ لا الصراحه برضو. طب قولي عايز اعمل لك ايه؟ قول اعمل لك وصفه انت نفسك فيها. البيتزا. عينيا عينيا، الاسبوع الجاي يكون عندك الوصفة البيتزا. ماشي. عينيا يا روح. ممكن بس كلام اختي الصغيره؟ يا سلام الدهاني طبعا. ماشي. اسمها مريم. مريم، ازيك يا مريم؟ ازيك يا مريم؟ الو. ازيك يا روحي؟ انا بحبك قوي قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. عامله ايه يا عمر؟ عايزه طريقه البيتزا. عينيا، عشان انتي ومروان هعمل لكم البيتزا الاسبوع الجاي. عينيا يا روحي، صباحك زي الورد. بصوا الريحه مش قادره اوصف لكم عامله ازاي. طب انا الميه عندي المفروض استناها مين يا سبعي؟ رضا. صباح الخير. صباح الفل والجمال. صباح النور. انت عامله ايه؟ بخير والله. حلو الاكل اللي انت بتعمليه. ايه رايك؟ جميل، تسلم ايدك. ربنا يفرح قلبك. الله يخليكي ويبارك لك. يا رب، اللهم امين. احنا وانتي ام مين. الله يخليكي. الله يخليكي. ربنا يفرح قلبك. الله يبارك. بس ليا طلب صغير. يا طلبين ثلاثة. ماشي. ماشي. انا ومعرفش بقى تبقى تبع البرنامج ولا لا. اتفضلي. انا مقدمه على تكافل وكرامة وما اخدتهوش ينوبك ثواب. تمام. ماشي. عايزه بصوت حضرتك توصليني بس لاي حد. طيب. انا قاعده في اوضه من الداخل وعندي ربنا عيلين. ربنا يفتح عليك يا رب وعلينا جميعا. امين يا رب. وجودي تعبان والله ما بيتحرك من السرير. احنا لسه قاعدين من مستشفى الجمهوريه قريب. ربنا يا رب يعافيني ويكرمكم ويرزقكم الخير كله. واكيد كان شغال في قهوه وتعب وقعد من ساعتها قاعد والله. بصي ربنا ربنا يا رب يفرجها عليكم يا رب. واكيد في ناس من المسؤولين بيتفرجوا علينا او حد يوصل لهم صوت باذن الله. يا رب. انا بدعي لحضرتك والله وقلبك الطيب ده. ربنا يا ريتك انا بنشد من حضرتك يا رب. اكيد في حد هيكون مسؤول بيسمعنا ويقدر ان هو يتواصل معاكي. لو حابه برضه سيبيه رقمك في الكنترول مفيش مشكله. بس انا عندي التليفون الارضي ده. ما في، سيبي لي التليفون. طيب ماشي. تمام. طب ليا طلب تاني. انا بعت لكذا كيها. تمام. اقول اسامي ولا بلاش؟ لا هيبقى صعب شويه اسامي بس قولي. انا معاك. بعت الناس ياما والله. انا مش سايبه حد لما مايل عليه. انا محتاجه والله. ربنا هو اللي عالم بحالي. ربنا يا رب. سقف الاوضه واقع وسقف الحمام واقع ويمين الله. انا عايزاكم تيجوا تشوفوه. خلاص والله. انا عايزه يعني تيجوا تعملوا بحث وتعالي شوفي حضرتك. طيب سيبي لي رقمك يا قلبي في الكنترول واكيد ان شاء الله باذن الله حد هيتواصل يعني هيتواصل معاكي وربنا يا رب يفرجها عليكي ويرزقك الخير كله من وسع. طيب انا عندي الميه يعني حالفه انها ما تغلي بس تمام. انتوا في البيت استنوا الميه تغلي عشان تبتدي البهارات والحاجات دي تخرج طعمها عندي ويبقى الموضوع زي الفل. انا خلاص عندي مش عايزه حاجه اكتر من كده. شايفين الطاستين عاملين ازاي؟ الريحه والله هايله، اكتر من هايله. ننزل بقى بشويه الكفته الحلوين بتوعنا دول، شويه هنا وشويه هنا. طبعا كل الحاجات دي ننزل بيها، ده الطعم كله اهو. طب انا عندي الميه يعني محتاجه وقت شويه عشان تغلي بس تمام. هنتعامل. هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. الحاجات اهي عندي شغاله زي الفل والريحه ما اقولكوش بقى هايله. هنزل عندي بالفشه اهي. تمام. بصوا لونها كمان بقى عامل ازاي، ده من الميه اللي احنا قلنا عليها بخل وليمون، خلت شكلها قشطه يعني زي الفل. انزل بيها في الميه المغليه اللي احنا عاملين فيها طعم حلو ومدينها شويه بهارات خفيفه مع البصلايه مع عود القرفه، ده
رقم واحد، يعني رقم واحد عندي هو عود القرفه اللي هيخلي الطعم بتاعي ما فيهوش اي زفاره. نغطيها بقى ونسيبها تغلي، مجرد ما تغلي غلوتين ثلاثه يعني سيبيها خمس دقائق كده تغلي عندي على النار، وابتدي ان انت هدي النار سيبيها 45 دقيقه لحد 60 دقيقه هيطلع معاكي تمام التمام وزي الفل. شايفين بقى؟ يا ريتكم هنا وشامين الريحه. والله اجدع اجدع من اجدعها عربيه في الشارع. ومضمون؟ سيبكم بقى من موفر والكلام ده، احنا دايما نقول موفر ونوفر والكلام ده، بس الامان او انت تبقي واكله حاجه ضامنه هي ايه؟ هي دي رقم واحد في الوقت اللي احنا فيه ده. تعالوا بقى نظبط شويه ملح كده، رشه ملح كده بسيطه، وادي رشه ملح ورشه كمون ورشه كمون هناك، وخلاص على كده مش عايزين اي حاجه تانيه. شايفين بقى الريحه عندي في طاسه عامله ازاي؟ تجنن. تعمليها بقى سندوتشات، هي بعيش بصراحه، يعني الاكله دي ما تاكلش الا بالعيش. خلاص على فكره انا الحاجه عندي كده استوت وزي الفل. خلاص شوفوا لو تاخدوا بالكم الكفته اهي، شايفين شكلها زي ما نزلت زي ما طلعت عندي اهي، رغم ان انا قلبتها لكن حركه التسويه لوحدها في طاسه دي هتخلي شكلها زي دي بالظبط اهي زي الفل. تعالوا بقى نقدم اطباقنا. معانا كده وقت قد ايه يا سباعي؟ ممكن كده تعرفوني الوقت اخباره ايه؟ بجد؟ طيب ماشي، تعالوا نقدم. انا كده دول خلاص عندي زي ما قلنا، دي هتغلي هدي النار سيبها تغلي خمس دقايق وبعدين هدي النار عندي وابتدي ان انا اسيبها تستوي براحتها لمده يعني ساعه بالظبط. لما تيجي تعرفي منين هي استوت؟ لما تيجي تحطي سكينه يطلع ما فيش اي سوائل عندي او سائل شفاف بسيط يبقى خلاص هي كده استوت عندي وزي الفل. تعالوا بقى نجيب الاطباق بتاعتنا، هنعمل النهارده طلب يعني هنعمل على كذا طبق عشان تشوفوا كانكم بالظبط بتاكلوا في المحلات بره. شوية جرجير حلوين كده، أكلة بقى في الجون، وهعمل لكم الكرشة وهعمل لكم الطحال برضه، هعمل كل الأكل بتاع المطبخ. أه حلوة دي، حلوة 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 أوي. شكرا يا شيف سعيد. زيك يا حنون، ازيك يا حنون؟ ازيك عامله ايه؟ ازيك انت يا قمر؟ الحمد لله. قولي لي يا حنان بتاكلي الاكل ده؟ جميل جدا. الله افتحي نفسي بقى، ثلاث مكالمات ولا اربعه كلهم مالهمش في الاكل ده؟ لا لا انا بحبه جدا. طيب زي الفل، تكليب الهنا يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، تسلم ايدك. تسلم لي عيونك يا روحي، اموريني. ربنا يخليك يا رب، انا بس متصله عشان اشكرك على اكلتك الجميله. ربنا يخليكي. والحمد لله يعني انا بعمل حاجات جميله قوي زي كده يعني. تسلم ايدك وتعيشي وتعملي الحلو كله. تسلم ايدك يا قمر. خلاص تعالي ننزل شويه البصل ده هنا كمان. بصوا بقى الشكل واللون والحلاوه اهو، اتفرجوا بقى انتوا على ما نحط ايه، واحده فلفلايه كده تدي شكل عندي حلو، شويه فلفل الوان اهو. تعالوا نكمل باقي الاطباق بقى وانتوا تغزلوا كده في الاطباق الحلوه دي. ادي حلويات المطبخ عشان حبايبي اللي طلبوه، ما اقدرش اتاخر عليكم ابدا. خلاص اعمل اخر طبق وخلاص على كده يبقى الموضوع عندي خلص وزي الفل. شفتوا بقى سهله ازاي؟ بسيطه يعني، الناس اللي لسه بيقولوا يا هادي في المطبخ، اديكم شايفين عملناها في اقل من نص ساعه وسهله جدا والريحه هايله. تمام كده بقى، شويه سلطه شويه عيش كتير بقى، يعني عيش كتير. حط بقى السلطات بتاعتنا، اجيب لكم بقيه السلطات والعيش ونبقى خلصت. ودي السلطه وشويه العيش البلدي الحلو بتاعنا وخلاص اكلتنا خلصت. حط بقى شويه حاجات كده تدي لون حلو تظبط معايا الشكل وخلاص على كده.
يا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو الاستاذ اللي كلمني يا رب يكون شاف الحلقه عشان هو اللي كان طالبها مني، وان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم زي الفل، وهنكمل ان شاء الله في حلويات المذبح عشان طلباتكم يعني اوامر. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم وتطلع معاكم زي الفل. طيب تعالوا زي ما احنا متعودين كده في اخر كل حلقه بنتكلم عن منتج حلو جدا جدا، منتج موجود في الاسواق اسمه كريم بروش او بروش كريم. طيب تعالوا نقول كم معلومه كده عن كريم بروش. هو عباره عن ايه؟ هو رقم واحد عندي بيفتح البشره، يعني لو حد بشرته غامقه او بشرته فيها بقع او بشرته فيها مشكله يقدر ان هو يستخدم كريم بروش بامان جدا جدا. كل المواد طبيعيه، مفيش اي حاجه عندي فيها مركب كيميائي يمشي لجميع انواع البشره، مش بس يعني مفيش تقسيم فيه. دايما كريمات البشره بتلاقي البشره العاديه والمختلطه والبشره الدهنيه، لكن هو بيمشي مع كل انواع البشره. طيب ايه هي مكونات كريم بروش؟ بسيطة جدا برضو وسهلة. عندي أول حاجة الكولاجين اللي هو ضروري جدا عشان حيوية ونضارة البشرة، عندي كمان الكوجيت أسد، وفيه فيتامين سي وفيتامين إي، وفيه بانسينول اللي هو رقم واحد في الترطيب. يعني الناس اللي حتى ما بتفهمش قوي في أنواع الكريمات والحاجات دي، يعني مالهمش قوي في المكونات بتاعة الكريمات، لا هو فيه بانسينول وده رقم واحد جدا جدا. زي ما قلنا أهم حاجة تفتيح البشرة، بيفتح في درجتين، يعني بيفتح درجتين. لو انت استخدمتيه لمده شهر هتلاقي ان بشرتك افتحت درجتين بالظبط، هتبقى موحده، هتبقى مترطبه، لو في جفاف في بشرتك هيحلها برده ويساعد على ان هي تفضل طريه. الناس اللي بتخرج الصبح بيبقوا مش محتاجين كفر عالي او تغطيه عاليه للبشره، فيقدروا ان هم يستخدموه بديل الفاونديشن او بديل البيبي كريم برده ينفع معاه. هالات السوداء سواء رجال او سيدات، برده في ناس بيكون عندها تحت العين هالات سوداء او اللي هي جيوب او انتفاخات، برضو ده بيعالج. يعني مش هو بس تجميلي، لا في شق تجميلي وفي شق علاجي، والاثنين ضروري جدا ان انا يكونوا يعني ان انا اعالج وفي نفس الوقت اجمل المنطقه اللي فيها مشكله، هتبقى حلوه جدا جدا. طيب الكلف والمناطق الغامقه برضو بتكون صعبه جدا سواء رجال او سيدات، فبالتالي بروش بيعمل على تقشير الجلد الميت اللي موجود، اللي هو بيكون الطبقه الخارجيه، ف بيعمل التقشير ده، وبيبقى ضروري جدا جدا بنروح نعمل تقشير في مراكز التجميل بمبالغ كبيره قوي، وطبعا في ظل الظروف احنا فيها دي محدش يروح ولا يتحرك في حته، فبالتالي جبنا منتج لحد البيت سعره يعني على قد الايد، سعره مش عالي خالص، فبالتالي يقدروا ان هم يستخدموه. بيزود النضاره، ودي قلناها في الاول، ضروري ان انا تبقى بشرتي كده زي بشره الاطفال، بتكون منوره وبتكون لونها كده روز، فده ضروري جدا ان احنا نعمله. زي مشاكل البشره زي ما احنا قلنا، الشمس، التصبغات، البقع، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بيعالجها بروش، عشان زي ما قلنا فيه نسبه بانسينول وده بيحافظ على رطوبه البشره. الناس اللي بيكون بشرتها جافه، مش شرط يكون في الشتاء بس، لا في كمان ناس في الصيف اصلا طبيعه بشرتهم جافه، فيقدروا ان هم برده يستخدموه، هيبقى ليه تاثير حلو جدا جدا. منتج طبيعي ما فيهوش اي مكونات كيميائيه، ملوش اي اثار جانبيه، ما بيسببش اي التهاب، ما بيسيبش بقع. في ناس لما تيجي تستخدم كريم للبشره بتلاقي بعد فتره من استخدامه ان بشرتي بقت لونها مش موحد، وده طبعا ازمه كبيره جدا، مش بتكون حلوه، بتلاقي وشك يعني حته لون وحته لون، فده بيكون مش حلو خالص. كل الاعمار يقدروا يستخدموه، يعني حتى لو بنوتك لسه صغيره تقدر ان هي تستخدمه، لان احنا زي ما قلنا في الاول مفيش اي مكونات او مركبات كيميائيه، فمش هقلق ان انا احطه لبنتي او ابني الصغيرين، فبالتالي هيكون يعني الموضوع حلو جدا. هو سعره قليل، في كميه فوائد وفي كميه فيتامينات عاليه، وده اكيد احنا كلنا نبقى حابين ان احنا نستعمله. زي ما قلنا السعر يعني للبنوته الصغيره تقدر ان هي تستخدمه او حتى تشتريه من مصروفها، هيبقى الموضوع على قد الايد. وان شاء الله يا رب كل حلقه هنقول لكم شويه معلومات عن بروش، وبيتكون من ايه، وفوائده ايه، ومركباته ايه، ينفع للاعمار كلها ولا لا، فان شاء الله في اخر كل حلقه هنتكلم عن بروش كريم. يا رب يكون حلقه المذبح دي عجبتكم، عملنا حاجات بسيطه جدا، خشوا وجربوا، جربوا الخطوات اللي احنا قلناها، هيطلع معاكم الاكل زي الفل ان شاء الله. تعالوا بقى ناخد فاصل سريع جدا ونرجع على طول لفقرتنا الطبيه.